احد الاعلاميين بيقول الرئيس قاعد مع شركه السيمنز وسايب اسكندريه، حاجه صعبه قوي. ما يصحش كده، ما يصحش كده. احنا بنتجاوز كل حاجه. ايه ده؟ ما يصحش كده. يقول لك الرئيس سايب اسكندريه وقاعد، ايه الشغل ده؟ والله الامر ده لا يليق، والله هذا الامر لا يليق يا جماعه. ما يصحش نعمل كده ببعض. انتوا بتعذبوني وانا جيت وقفت هنا ولا ايه؟ انا بكلمكم بجد يعني، انتوا بتعذبوني وانا جيت وقفت هنا؟ ايه ده؟ انا بحس ان الناس لا هي عارفه ولا هي فاهمه ولا اي حاجه في الدنيا، وبس قدامي ميكروفون بتكلم فيه او جورنال بكتب منه. لا يا جماعه، دي دوله هتضيع مننا كده بالطريقه دي؟ احنا بننشر جهل، وبننشر جهل وعدم وعي بين الناس. احنا بننشر، ما بننشرش وعي حقيقي، وكأن المسائل بتتحل بالمفاتيح كده، بندوس على زر تخلص. لا 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 لا، لا يليق والله اللي احنا بنعمله. والله انتوا بتقولوا كل حاجه فيها كارثه. طب هو القطاع ده ما فيش فيه كارثه ولا ايه؟ مش بتقولوا كل حاجه فيها كارثه؟ هو القطاع ده ما فيش فيه كارثه ولا ايه؟ هو انت لما اتمنى حضرتك قدام منك كلام عايز تقوله تقوم تعمل كده في بلدك ولا ايه؟ لا، خلي بالكم، خلي بالكم، لان انتم ده مش لصالحنا. انا مش زعلان والله ولا حاجه، انما عايز اقول لكم مش ده الصح. انا عايز ناس تبقى، طب انا هقول للكل اللي بيسمعني، انتم بقالكم دلوقتي تقريبا بتسمعوا مني كلام بقالي سنتين، قولوا لي انا اسأت لمين؟ حد يطلع تعبير واحد كان فيه لفظ غير مناسب قلته لاي حد، حتى للناس اللي بتهاجمنا، حتى الناس اللي بتسيء لينا، حتى الناس اللي بتتأمر علينا. امال احنا بنعمل مع بعض ايه بقى؟ ارجو ان احنا نخلي بالنا من النقطه ديت. والمره الجايه انا هشكي للشعب المصري منكم.